اللي انت بتعمليه ده؟ ابعدي ايدك المعفنه على الاكل. مش انت قلت لي ان دي بتاعتي؟ يا سلام، هو اي حاجه في البلد دي بتتصدق؟ يعني انا لو قلت لك انك احلى واحده في المكان هتصدقي؟ طعمه جامد قوي، حتى الفراخ اللي فيه سبايسي موت. اكيد مش هديك الاكل النظيف ده بايدك المعفنه دي. بصي، لو الفيديو ده جاب فيو عالي جدا ممكن اديك جزء من الارباح، وبعدين الناس اكيد هيحبوك عشان شكلك غلبانه متسوله، فاكيد هتصعب عليهم. ولو عامل مشاهدات كتير ممكن افكر اعمل جزء تاني منه باسم سيف طارق، بينقذ الفقراء والمساكين وبيعطف عليهم. واو، هتجيب فيو جامد. عايز اي حاجه؟ باي. يا لهوي، بقى فيديوهات المتشرده دي جابت لي فيو لايكات اكتر من فيديوهات انا. ده حلو قوي، يا رب الاقيها تاني في المكان اعمل معاها جزء تاني من الفيديو. همسك فلوس زي الرز. يوم السبت زي ما اتفقنا هتيجي وهتلاقي كل الاكل اللي انت بتحبيه. ايه ده؟ كمان لبس. انت ايه اللي موقفك مع الشحاته بتاعتي؟ يعني ايه الشحاته بتاعتك؟ ما الشحاته دي انا اللي عارفها. ممكن تقدر تروح شوف لك اي شحاته تانيه، اعمل بقى بيها الفيديوهات، واعمل بقى الترندات، واعمل بقى كل حاجه. اه فهمتك، انت متطوع تبع المنظمه بتاعتنا. فهمت قصدك. بص يا سيدي، انا اصلا فرحان انك موجود هنا، ويا رب نبقى كتير فعلا جدا في الدنيا ديت وفي مصر كمان. كل ما بنتجمع اكتر الخير هيزيد وهنقدر نساعد البني ادمين اللي زي دول. ايه اللي انت بتقوله كل ده؟ وايه اللي هي لابسه ده؟ اقلعي القرف ده. ايه ده؟ اوعي اوعي الاكل ده. ايه ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ اللي زي دي انت ممكن تصور معاها فيديو يجيب لك فلوس كتير قوي بدل ما تلبسها، فاهم؟ وتعملها لا انت صور فيديو لما يجيب لك فلوس عادي هتلاقي الاكل اللي انت عايزه. بص شكلها عامل ازاي، متشرد وكان مثير للشفقه، يعني ممكن يجيب فيو كتير قوي والناس اكيد هتتعاطف معاها. اكسب اكسب احسن، وبعدين دي الشحاده بتاعتي فانا اكيد مش هضيع فرصه زي دي. شوف لك بص اي شحاده ثانيه هنا هنا هنا، وسيب لي دي، انا عارف انا هعمل كويس. فيديو وترند؟ انت بتقول ايه؟ وانت ازاي مستحملاها كده؟ لا طبعا انا مش هعمل كده. ازاي الاشخاص اللي زيك دول موجودين في الدنيا؟ لا انا لازم اقف جنب البني ادمه دي واساعدها، هي وكل الفقراء والمساكين اللي محتاجين ياكلوا. بني ادمه ايه دي؟ بني ادمه زباله. زباله؟ الزباله بجد اللي ضميرك عايش جواها. عارف انت بني ادم ما عندكش انسانيه ولا ضمير، روح دور على ضميرك وانسانيتك في اي صندوق زباله ممكن تلاقي فيه. طب انت ممكن تدور على اي شحاده تانية في اي حته. اسمعنا اشمعنى الشحاده بتاعتي؟ الشحاده بتاعتك هي انت ايه اشتريتها؟ دي شحاته. بقول لك ايه، انت اصلا ما تتعامليش مع الشخص ده تاني. هو ايه ماسك عليك الزله ولا انت شغاله عنده وانت مش شغاله عنده؟ هو ايه الورق اللي انتوا عارضينه ده هنا؟ انت مالك ايه الورقه دي؟ انا بس ممكن اعرف مجرد استفسار. لا انا مش عايزك تستفسر عن حاجه، بني ادم زيك زباله اصلا ما ينفعش نتعامل معاه. طب بص عشان اثبت لك حسن نيتي ادي الاكل اهو، بس خليه معاكي. ممكن بقى تعرفني؟ انا والله العظيم ممكن اتغير، ممكن تكون انت سبب في ان انا اتغير. بص دي جمعية هتتعمل للفقراء والمساكين، هتكون يوم السبت. الجمعية دي هتبقى عبارة عن حفلة، كل واحد هيقدر يجيب حاجة معينة هيجيبها، اللي هيقدر يجيب كوتشي، اللي هيقدر يجيب بطاطين، اللي هيقدر يساهم بفلوس، اللي هيقدر يساهم بأكل، حاجات كتيرة عشان خاطر نساعد المساكين والفقراء اللي زيها. مش نيجي عليهم وناخدهم كترند؟ على فكرة أنا اتكلمت بكلامك دلوقتي أنت صح، وأنا كمان عشان أثبت لك برضه حسن نيتي لتاني مرة، انا على فكره انا بلوجر مشهور وكلام بيأثر في الناس جدا، فانا ممكن اعمل لك ستوري وفيديو اللي انت عامل حفله وتعمل فقراء والمساكين، واكيد الناس هتدخل لك وهتساعدك. لو فعلا عملت كده يبقى ضميرك يا عم مش في الزباله ولا حاجه، وتبقى فعلا تستاهل كل خير. يا عم انا هساعدك دلوقتي اهو، وادي اهو فيديو. بصوا يا جماعه، دلوقتي في حفله يوم السبت اللي تعمل فقراء للمساكين، تقدروا تيجوا وتشاركوا، اللي معاه اي حاجه يقدر يساعد بيها يساعد، كده كده ده عمل خير. ويا جماعه انا اللي عامل المشروع ده، والمشروع ده بتاعنا، اي حد عايز يجي في اي وقت يجي عن طريق انا. وده يا جماعه شخص اهو بيستغل البنت الغلبانه دي وجايب لها اكل مقابل هو يديها فلوس ويعمل بيها ترند وفيديو. وانا يا جماعه دلوقتي قلت اقول لكم علشان تبقوا شايفين كل حاجه معايا، وهي دلوقتي المفروض هتيجي معايا عشان ايه؟ عشان الحفله دي. صح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت شخص كذاب. انا فعلا بستغلك؟ عندك حق، هو فعلا بيستغلني وضحك عليا. اهو يا جماعه زي ما قلت لكم اهو، عشان تتاكدوا بس ان الشخص ده مش محترم، ولو حد قابله في الشارع يعرف هو ايه كويس وبيعمل ايه لفوق. انا اسفه، انا مش محتاجه الاكل، انا محتاجه الفلوس. برافو برافو برافو، والله العظيم انت الشحاته المفضله ليا، احسن شحاته في المكان كله. امسك هي الفلوس اهو. شفت؟ قلت لك كله بيجري ورا الفلوس، انما الورقه دي تعمل بيها. يلا باي.
جاهزة؟ جاهزة. يلا، واحد، اتنين، تلاتة. يا جماعه سيف ده شخص محترم قوي، جاب لي اكل وجاب لي كل حاجه انا عايزاها وما بيسيبنيش خالص. لازم تصدقوه وتدعموه عشان يساعد الغلابه اللي زيي، وشخص بجد كويس قوي. تمام يا جدعان، زي ما انتم شفتوا اهو، دي يا جدعان الشحاته، انا جبت لها اكل واديتها فلوس، عشان دايما في البلد دي اعمل خير تلاقي خير، ودايما حاول على قد ما تقدر تساعد المحتاج، لو بايدك اي حاجه ساعده مش هتخسر حاجه، بالعكس ده عند ربنا كبير جدا. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه بتاعتي سيف طارق عشان انزل لكم فيديوهات كتير. باي. يعني ادائك يجي منه شويه. تمام، انت كده تمام. طب فين الفلوس اللي قلت لي عليها؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ هو انت غبيه وما بتصدقيش بتقعي في نفس الحوار مرتين؟ انت مش وعدتني وقلت لي هديكي فلوس؟ اه صحيح وعدتك. هل بقى الوعد اللي انا وعدتهولك ده كان مثلا كان متسجل؟ كان حد شاهد عليه؟ كان حد سمعه؟ حد يعرف بيه حاجه؟ استاذ، الاستاذ اللي كان واقف معانا دوت، انت قلت لي قدامه هديكي فلوس. معلش ما حدش هيصدقك، لكن انا شخص مشهور كلمتي بتتصدق عند الناس، فاكيد اول ما اقول لهم ان دي بتضحك عليكم هيصدقوني. معلش روح يوم السبت الحفله اللي هو كان عاملها الاستاذ، معرفش ايه ده اسمه ايه، هتلاقي طعام هناك ببلاش واكل كتير. معلش اكيد كمان يلزمني، ممكن احتاجه في فيديو تاني. باي. مستر محمد، انا وزعت كل اللي انت قلت عليه، وزعت البطاطين والحفه، وزعت عليهم الاكل والكوتشات، وكل الناس الفقراء والمساكين عرفتهم ان يوم السبت في حفله للتكريم للناس اللي محتاجه فعلا. هو ايه الفيديو اللي زيك على السوشيال ميديا ده وليد؟ انت بتتاجر بالناس اللي محتاجين والغلابه؟ انا اول مره اعرف عنك كده. لا مستر محمد والله حضرتك فاهم غلط، الموضوع كله بس ان دوت كان واحد بتاع السوشيال ميديا، فهو كان بيستغل الست فهي جت فيا انا، لكن والله العظيم انا ما بعملش حاجه. للاسف يا وليد اسمك اتشال من منظومه الخير عندنا، ما تجيش تاني. مش هو ده السلام بتاع التيك توك اللي بيزل الفقرا وبيجي على الغلابه؟ هو اللي بيجي على الغلابه. الواد ده لازم يفوق، الواد ده وحش قوي. طب وعلى ايه يا عم تعبين نفسنا؟ طالع بتزل الناس الغلابه؟ طالع بتيجي على بنت على السوشيال ميديا وعامل نفسك فيها بطل ولا يا ولا؟ لا والله العظيم انتوا فاهمين غلط، انا مش انا اللي عملت كده، ده الشخص التاني، لكن انا كان قصدي خير والله. والله قصدك خير وانا قصدي خير. ودي بقى عشان ما تفتريش على الغلابه تاني يوم. حبه عيال مقفوره بنت عمها ترندات. لا بريتش. هو انت؟ سامحني انا اسفه، حقك عليا، ما كنتش اقصد والله. هو الاستاذ اللي كان واقف معاك ده ضحك عليا وخدعني وما ادانيش فلوس وسابني ومشي. انا مش زعلان منك، كده كده اللي بيكون مع ربنا وغرضه الخير ما يهموش اي حاجه في الدنيا، والحمد لله انا يعني مش زعلان، اقعد اخف من النهارده كده، ربنا سبحانه وتعالى يكون عنده الفرج ويعذر الحقيقه. هو انت ايه اللي مبهدلك كده؟ الناس فاكراني بتاجر بالغلابه، الفيديو اللي صورهولك وصورهولي لما انا كنت واقف جنبك الناس افتكرت ان انا بتاجر بيك، بعمل ترند عليك ف ضربوني. طب حقك عليا، طب ينفع اساعدك باي حاجه؟ لا انا مش محتاج منك اي حاجه.